أصدقائنا المشاهدين بيسألوا ليش منقول له نجيب العجيب. اسمعوا منيح، من سنتين أطلق حكومته اسم معا للإنقاذ. كان الدولار بوقتها 19,000 ليرة، ووصل بأدار الماضي ل 143,000، واليوم بحدود ال 90,000. مش نجيب العجيب هو؟ هجر وسفر 140,000 لبناني بزمن هو بيستلم فيه الحكم وما حدا قده. يعني شو بدنا نحكي، وهو مسؤول عن البلد، فاحتياط مصرف لبنان نزل من 18 مليار الى 8 مليارات. نجيب العجيب وين؟ الموازنة العامة بلا ما نحكي، لا بالعام 2021 والعام 2000 انعملت، بالعام 2022 اقرت باخرها، هالسنة صرنا بايلول ولم تقر بعد. كمان من الاشياء اللي حققها مسيو النجيب، وعد ببيانه الوزاري من سنتين وما تنسوا منيح بمتابعة العمل على عودة النازحين. صاروا عم بيدخلوا بالألاف يوميا. نجيب العجيب وعد وما في إصلاح القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية. ما نسينا كلامك، مكافحة الفساد، بدكن نضحك أو نبكي؟ شو نجيب العجيب، منعد بعد قد ما بدك في وعود منك بصوتك ولا شي تنفذ، وبتزعل إذا منقلك نجيب العجيب فل. ساعتها بتريح اللبنانيين من بلفك لإلن وتوقيعك ووعودك على ألواح التلج، وبدل ما يكون اسم الحكومة معا للإنقاذ لازم يطلق عليها معا للغرق. نجيب العجيب ما حققته صفر مكعب، وأكيد ما رح تبقى الوالي بالوكالة. أكيد استكمالاً للشي اللي عم تقوله عبدو، أنا اللي بيعنيني كان بركي ثلاث ملفات أساسية. أولاً وعد نجيب ميقاتي ووعدت حكومته بحل مسألة النازحين السوريين. 100%. بعدنا كل يوم منعيش فصل جديد من فصول هذه المسرحية اللي هي صارت إذا بدك تهديد وجودي وكياني على كيان لبنان وعلى وجود اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية. بعد الحكومة تجتمع أول نهار تقدو في المشروع أو تقضوا في النقاش حوله أسبوع كامل، بيجي وقت الجلسة اللي بدهم يناقشوا فيها قال ما بيتأمن نصابة. شغلة تانية، وعد نجيب ميقاتي بمسألة صندوق النقد الدولي وإنجاز الاتفاق، انعمل الاتفاق الأول اللي هو درافت منه حتى يعني لا يمكن البناء عليه. امبارح بجولة وفد صندوق النقد الدولي بلبنان تبين أنه ما في شيء تحقق من الوعود الإصلاحية، وكأنه هذا الاتفاق قد سقط بشكل نهائي. ما بدكن الاتفاق، طلعوا خبرونا، قولوا للشعب اللبناني نحن خلاص ما بقى بدنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، هالثلاث مليارات مستغنيين عنهم، صح ولا لا؟ بس ما فيكم كل ما زدتوا ضريبه او رسم معين تقولوا ايه ما صندوق النقد الدولي طالب منا، تسمعوا بالضرائب والرسوم، بس وقتها بتصير بمساله اصلاحات ما بتسمعوا. اخر شيء لهلا طاير الاتفاق. خلينا نذكر، وحكومه نجيب ميقاتي وعدت بعوده قروض الاسكان من المؤسسه العامه للاسكان، صح ولا لا؟ 100%. شو صار بهذا الملف؟ طبعا المؤسسة العامة للإسكان بعدها متوقفة وما فيها لا تعطي قروض، وأنجأ تقدر تخلص القروض السابقة اللي الناس عم بتقدم طلبات تتسكرها قدام الانهيار اللي حاصل. رد قروضه إيه؟ شو بك، ما هيدا ملف طويل عريض وطلع وقال انه مش صحيح وهيدا تلفيق سياسي. بس اذا بدي ارجع شوي لموضوع يعني كتير هي المواضيع، بتتذكر لما وعدونا انه هذه الحكومة ستتابع الاموال المحولة الى الخارج؟ صح. شو وين صار؟ ما بقلك بيقعدوا بس عفوا يعني لا بس هولي بيمسوا كل يعني بيمسوا كل شخص فينا. ليش بيمسوا كل شخص فينا؟ لانه كلنا بنعرف انه فيهم يكذبوا السياسيين، وفيهم يطلقوا وعود، وفيهم يقولوا الودائع مقدسه، وفيهم يحكوا البدنية من شعارات، بس هيدي بتضل كليشيه لا بتقدم ولا بتاخر. ما في سبيل لاستعاده الودائع الا قبل ما ينعرف شو اللي صار، شو اللي ادى الى هذه الفجوه اولا، واسترداد الودائع اللي هربت الى الخارج، واسترداد ترداد الأموال المنهوبة. شو عمل يعني حكومته بعز الانهيار؟ شو عملت بكل هذه الملفات اللي بتعني كل واحد فينا؟ هون إذا بدك في كتير ما عم نقله من عد قد ما بدك، من عد لك بالسياسة شو عملت. في قصة مثلا بتتذكر وعود الكابيتال كنترول واستكمال المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة الدين، عم بتطلع قدامي يعني خطة التعافي. ايه بتتذكرها؟ صباح الخير. لا مكافحة الفساد. أهم شيء إنه نحن سنعمل على تصحيح الرواتب والأجور. مزبوط، زادوهم 7 أضعاف للقطاع العام، بس آخر شيء بعده القطاع العام مشلول بشكل كامل. يعني بس هيدي جردة سريعة على سنتين من عمر حكومة نجيب ميقاتي.